دكتور. عايزين بقى نعرف المشاهدين ايه هو نشاط المجلس القومي للمرأة. في ناس كتيرة جدا ما تعرفش، ده حقيقي، عايزين نعرف. وكمان دي فرصة ان احنا نعرف كل السيدات حتى والطالبات، لان انا بلاقي ناس مش عارفين ايه هو المجلس القومي للمرأة ومش عارفين ينضموا ليه ازاي اصلا. فهو اصلا بيبقى فيه استمارة التقديم بتنزل على صفحة المجلس القومي. وكمان بقى نتكلم في نشاط المجلس القومي ايه هو. هو بداية كده المجلس القومي للمرأة هو المؤسسة المسؤولة عن حماية حقوق ومكتسبات المرأة، سواء على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي أو الاستراتيجي. كمان الأربع محاور الرئيسية أو الاستراتيجية اللي أطلقها السيد الرئيس في عام المرأة عام 2017، دي كانت أول استراتيجية أطلقها المجلس القومي للمرأة على مستوى الدول. يعني كانت أول حاجة عملها السيد الرئيس ما كانتش عملت في دول تانية، اللي هو إطلاق الأربع محاور دي على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي أو حمايتها تشريعيا وثقافيا. ما شاء الله، يعني أي سيدة أو أي امرأة عندها يعني وقعت تحت قهر أو اتظلمت تلجأ للمجلس القومي طبعا للمرأة. طبعا في الخط الساخن في كل محافظة، هو 27 فرع على مستوى الجمهورية، وكمان في 21 وحدة مكافحة العنف ضد المرأة في الجامعات، كل الغرض منها حماية حقوق ومكتسبات المرأة. كمان النظرة الذكورية أو يعني اللي المتعارف عليها ضد المرأة. ضد المرأة بالظبط.